وللحالة الأمنية اللي بتستدعي من الجميع إنه يتعامل بالاحترام والتعاون، الكل يتعامل مع بعضه عشان تقدر فعلا التجربة تنجح إن شاء الله. لكل هذه الأسباب وغيرها الكثير استحق وسام الاحترام أن يذهب للكابتن محمود الخطيب في حفل زي ما قلت لكم رصين ودافئ جدا أقيم في فرع النادي بالشيخ زايد قبل ساعات قليلة، يمكن تقريبا من 3-4 ساعات فقط. أداروا الإعلام الكبير الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي، ويقدموا الأستاذ شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. نشوف هذا الحفل الرائع. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي، يمكن تغطية لمؤسسة روزا اليوسف العريقة لرمز من رموز النادي الأهلي الأسطورة محمود الخطيب ووسام الاحترام من مؤسسة كبيرة هي مؤسسة روزا اليوسف. انتظرونا في تغطية خاصة وحصرية مع الدكتور شريف فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، من معقل النادي الأهلي بنلتقي بحضراتكم الحقيقة في إطار لقاء لعائلة النادي الأهلي. حدث مهم وفريد حرصت عليه مؤسسة روزا اليوسف، هذه المؤسسة الوطنية بامتياز والمدرسة الصحفية المتفردة التي منحت الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسام الاحترام، تقديرا لسيرته ومسيرته الطويلة لاعبا وإداريا ورئيسا للنادي الأهلي، ولتقدم للنشء والشباب القدوة التي نسعد بها في مصر وتمثل جزء من قوة مصر الناعمة. الحقيقة أنه خلوني أرحب بكل السادة الحضور الموجودين اللي كان في إصرار منهم، سواء المهندس عبد الصادق شفرباجي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير روزا اليوسف، والسادة الزملاء الأعزاء مديري التحرير وكبار الكتاب، أن يعني يلتقوا الكابتن محمود الخطيب للتأكيد على هذه المعاني وهذه القيم اللي بيكون لها تأثير كبير جدا حقيقة على الحالة الاجتماعية والنشوة شبابنا المحترم. كل الشكر والتقدير ليهم. وفي هذه المناسبة ونحن نلتقي في لقاء أسري، سنعطي كلمة يعني سريعة للمهندس عبد الصادق شفرباجي رئيس مجلس الإدارة الذي حرص الحقيقة على الحضور اليوم لتكريم الكابتن محمود الخطيب وتسليمه مع الأستاذ أحمد باشا وسام الاحترام ودرع روزا اليوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيسعدني أن أنا أكون موجود في أكبر قلعة رياضية في مصر والشرق الأوسط وهي قلعة النادي الأهلي، ويسعدني أيضا باسم جميع العاملين في روزا اليوسف أن احنا نكرم أسطورة رياضية وهو كابتن محمود الخطيب. طبعا لما جيت أن أنا أدور في أرشيف روزا اليوسف لقيت بسم الله ما شاء الله فترة من الفترات طبعا كابتن محمود يعني بورتريهات كتيرة جدا من أكبر رسامين مؤسسة روزا اليوسف، كانت بتيجي أغلفة مجلات صباح وروزا. طبعا دل عن شيء، دل عن إحنا معانا موهبة كبيرة جدا، وكان وما زال يعتبر قدوة للنشأ. واحنا يمكن واحنا صغيرين كنا بنتابع كابتن محمود الخطيب، وكان بالنسبه لنا قدوه، وبنقول له ربنا يوفقك كرئيس مجلس اداره حاليا، واحنا معاك ووراك ان شاء الله باذن الله. شكرا.
شكرا جزيلا للمهندس ابو صاد الشربجي رئيس مجلس اداره روزا اليوسف، يعني على هذه الكلمه الضافيه، يعني واصدق الكلام دائما هو ما خرج من القلب الى القلب. الكاتب الصحفي المتميز والنابه احمد باشا رئيس تحرير روزا اليوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن النهاردة احنا جينا من مؤسسة روزا اليوسف المؤسسة الوطنية لصرح الرياضة والوطنية في مصر النادي الأهلي، ويمكن تكريم الكابتن الخطيب احنا وصفناه في روزا اليوسف بالنبيل، هو النبيل فعلا قولا وفعلا، وهو نموذج وقدوة للشباب المصري اللي يحتذى به. ويمكن احنا كنا حريصين ان يتم التكريم هنا في النادي الأهلي اللي هو قلعة الرياضة. روزا اليوسف والنادي الأهلي مؤسستين وطنيتين ربما كانوا من أعمدة والقوى الناعمة للدولة المصرية. احنا النهاردة بنقدم رسالة للرأي العام وللشباب، وبنقدم نموذج كان قدوة في الملاعب وفي الإدارة، هو كابتن محمود الخطيب اللي احنا زي ما قلنا وصفناه بالنبيل وهديناه وسام الاحترام للشخصيات الأكثر تأثيرا في جمهورية مصر العربية عبر تاريخها المعاصر. كابتن الخطيب قيمة وقامة، نحن نفخر ان احنا بنقدم هذا النموذج للشباب المصري. يمكن انا واحد من الناس اللي شجعت النادي الأهلي لما فتحت عيني على الكورة لما شفت الكابتن الخطيب، ولا تزال النادي الأهلي وكرة القدم إحدى أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية. وإحنا مرة تانية بنقدم كل الشكر والتقدير للنادي الأهلي وكابتن الخطيب في مسيرته، بنهنيه كمان على الاتفاقيات الأخيرة الموقعة الخاصة بالرؤية الاقتصادية للنادي الأهلي وتوقيع يعني حق استغلال الاستاد الجديد باسم النادي الأهلي، ودوت كمان جزء وخطوة كبيرة على فكرة الاستثمار الرياضي، وده كمان هيبقى قيمة مضافة للنادي الأهلي وللرياضة المصرية بشكل عام. شكرا جزيلا. الشكر جزيل وموصول للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد باشا على هذه الكلمة. والحقيقة أنه عنوان وسام الاحترام الذي منحته روزا اليوسف للكابتن محمود الخطيب كان هو الوصف واللقب الأعم والأشمل والمحبب إلى قلوب الكثيرين، وهو تعبير الحقيقة وانعكاس عن حقيقة أخلاق ومثل الرجل وهو النبيل. الحقيقة أنه الأستاذ أحمد باشا لما كتب هذا المقال أو لما قررت روزا اليوسف تمنح الكابتن محمود الخطيب هذا الوسام، كان الهدف منه هو تسليط الضوء على رموز وقوة مصر الناعمة اللي دايما بتتميز بالخلق الرفيع، وده الحقيقة اللي كابتن محمود الخطيب حريص عليه في مجلس إدارة النادي الأهلي منذ أول يوم، هو وأسرة وعائلة النادي الأهلي. لا يعني اشتباكات، لا حديث، لا خروج عن النص، نعمل فقط لخدمة مصر وخدمة النادي الأهلي، نقدم لأبنائنا سواء الناشئين أو في ربوع مصر على اختلاف الانتماءات القدوة الحسنة دائما. فاسمحوا لنا نسمع كلمة من النبيل محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية بس اسمحوا لي ان انا معلش بتكلم وانا قاعد، يعني في النهاية في البداية بالنسبة لروزا اليوسف الحقيقة ده بالنسبة لنا اسم تاريخي واسم ليه دلالة كبيرة جدا جدا في عالم الإعلام في مصر. وأنا يمكن بشكر جدا السيد رئيس مجلس إدارة والسيد رئيس التحرير وجميع السادة الحضور اللي حضرهم النادي الأهلي، وكان المفروض إن أنا أروح لهم لكن هم طبعا تقديرا لي النهارده عندي مجلس إدارة وبكره أنا مسافر، فيعني أنا بشكرهم جدا، أنتوا اللي شرفتونا يعني، فأنا بشكركم جدا. وإن شاء الله لازم يكون برضه لقاء عندكم بإذن الله إن شاء الله. إذا كان الإنسان في حياته يعني بيحس بنوع من انواع التكريم في اي مجال، اعتقد ده شيء بيسعد اي انسان هو يعني بي في حياته الناس بتكرمه او الناس شافت سيره ذاتيه كده، فمن خلالها بيبقى في نوع من انواع التكريم يعني. عشان كده انا بشكرهم جدا، وكلنا نتمنى ان اكون استحق هذا الامر يعني او هذا اللقب او هذا التكريم. ده بيدينا نوع من أنواع المسؤولية أكبر أمام جماهيرنا وأعضائنا وشبابنا وكبرنا وكل الشعب بتاعنا، لأن احنا بنبقى محصورين بقى. أنت راجل بتاخد تكريم معين لازم تكون على قدر هذا التكريم، وكمان بيزيد مسؤولياتك تجاه كل المحبين يعني أو كل شبابنا اللي إن شاء الله يكون ده بالنسبة لهم نوع من أنواع الحافز والدوافع أنه هو يكون
باذن الله موفق ان شاء الله في حياتهم شبابنا، لان شبابنا فعلا شباب اعتقد ان هو بيحب بلده جدا، وان شاء الله يكون ليه دور كبير في المستقبل باذن الله. بس بيحضرني برضو يعني يمكن في من الحاجات اللي كانت عجباني جدا، ومعلش بقى مناسبه كده بقى عايز اورطهم يعني فيها، انا كان مره طلع زي غلاف كده على الاستاذ جمال كامل الحقيقه 78 انا الحقيقه بدور على الغلاف ده انا مش لاقي، لان انا لا الصوره دي معرفش احساسي بيها احساس مختلف خالص يعني، فمعلش بقى بزنوك على الهوا يعني. طبعا يمكن الامر ليه الفكره جميله المؤسسه، وقعدت مع الفنان جمال كامل في الاوضه، ده انا سعيد انا شرفت بيه بصراحه يعني. كان دي بدايه سلسله في الراحل محمد حمزه. بالظبط بالظبط، فمعلش بقى انا لا طبعا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لما ترجع حسيتك من السفر هتكون موجوده باذن الله. تاني في ده ناديكم وده مكانكم، وتشرفونا في اي وقت، واحنا فعلا يعني كل من هو محب للنادي الاهلي هو من ضمن عائله النادي الاهلي يعني. بشكركم جدا جدا، وبشكركم لرسالتكم الواعيه تجاه شعبنا يعني، شكرا جدا، اشكركم جدا، شكرا.